الأخ العربي نواصل حديثنا. دائما الأخ العربي، هل لديك مشاركات خارج مدينة مصر؟ شاركت في مهرجان الأغواط للإنشاد، شاركت في مهرجان بوسعادة، لقاءات القصائد هذه كثيرة، وكانت في معظمها في الزوايا، في زاوية الطولق وزاوية الطاهرية وزاوية اللابل، تقريبا هذه المشاركات. كيفاش كي تخرجوا تشاركوا في ملتقيات او في لقاءات في الانشاد، كيفاش يكون استقبالكم من الله يجزيهم خير؟ استقبالكم دائما نحظى باستقبال رائع من طرف المهرجانات، وبعض المرات تكونوا ضيوف شرف، جزاهم الله خير. في اي مهرجان يعيطون الله يجزيهم خير، هذه شهاده لله.